عشر سنين وصكبة رمضان لساتها مستمرة، من مكان لمكان عم يتنقلوا والخير لساته عم يكبر. اليوم رح نتعرف على جديد صكبة رمضان بموسمه العاشر، كونوا معنا. أول شيء أتعرف فيكي. أهلا وسهلا فيكم نورة القسطي. أهلا وسهلا. من أنو فريق؟ من فريق بدر التنموة. خلينا نحكي اليوم سكبة رمضان، يعني عشر سنين من الشغل أنتم مستمرين لساتكم بالسكبة، شو الجديد السنة؟ الجديد أنه عم نقدر نوصل لأماكن كتير كبيرة، كنا نوصل لأماكن معينة، هلأ صرنا نغطي قطاعات أكبر. طيب الطبخات طبعا. طيب هلا عم نشوف نحن باحد المراحل، طبعا انتم اي ساعه ببلش المطبخ من كل يوم؟ نحن من الساعه 10 متواجدين بنبلش الطبخ. كم وجبه بتطلعوا باليوم؟ يعني تقريبا بحدود ال 4000 4 وشوي. 4000 وجبه باليوم؟ تمام. على مين بيتوزعوا اغلبيتهم؟ الاسر او خليني اقول الفئه المستهدفه برمضان. هلا في عنا نحن قطاعات معينه مسؤوله بياخذوا بيوزعوا، لو في عنا على الباب كمان اشخاص بيجوا بياخذوا. اليوم دورك شيف، بتتبدل الادوار خلال شهر رمضان ولا لا بلشتي شيف بتضلي كل الشهر شيف؟ هلا بشكل رسمي انا الشيف، بس كل شيء عم نديره كمان. يعطيك العافيه. شكرا. عافيكي. الله يعافيكي. اهلا وسهلا. انا هبه ابراهيم من فريق التنظيم من فريق تكاتف. هي رابع سنة لنا من فريق تكاتف ونشتغل مع مشروع بادر بإعداد سكبة رمضان. قد ايه عم تشوفوا طبعا هذا الشغل له أهمية اليوم، وخصوصا بظل هاي الظروف الصعبة الاقتصادية اللي عم تمر علينا؟ يمكن كتير عالم توسعت دائرة الناس اللي صارت محتاجة لدعم. هلأ طبعا هذا الشيء كتير مهم، نحن تقريبا كل يوم عم نعمل قريب 3000 وجبة، وهي الوجبات كلها بدها تحضير، من تقطيع بصل، من فرنجاج، من كتير قصص، من مواد بتنقصنا، فكل يوم عنا هذا الشيء الشغل دائما بحركة دائمة. بالإضافة أنه نحن بآخر النهار لما بنسلم الوجبات ونشوف تعاوي الناس نحن بننسى كل التعب وقتها. بما أنه حضرتك بفريق التنظيم، خلينا نحكي عن الفئات اللي استهدفتوها، الأماكن اللي عم يتوزع. هلا نحن استهدفنا تقريبا كل الاماكن، غطينا عده اماكن بالشام. فريق التوزيع في سيارات هي عم تاخذ الوجبات وتوزعها، وفي اشخاص عم يسجلوا عنا وعم يجوا ياخذوا وجباتهم. نحن فريق تكاتف الوطني الاتحاد العام لطلبه فلسطين، عم نتعاون مع مشروع بادر التنموي لحتى نطبخ كل يوم اكل للمحتاجين. شو دورك؟ شو عم تيجي تعملي كل يوم؟ عم نيجي كل يوم اول شيء بتم تقطيع البصل والبندوره والفلفله طبعا حسب الطبخه، وبعدين بنقطع دجاج او لحمه طبعا حسب الموجود، وبيتم تبريد الطعام اول شيء من برده، وبعدين بنفضيه بعلب وبنوزعه مشان ما يخم، وطبعا بنجلي وبنشطف وبننظف المكان بيكون كتير تمام. نحن هلا رمضان فكتير يعني رح نكسب حسنات ونساعدهم، وهيك بنفس الوقت نحن عم نتعاون، نحن ايد واحده بالنهايه ونحن شعب سوري.